لقي أكثر من 35 شخصا حتفهم وأصيب آخرون في قصف روسي استهدف قاعدة عسكرية أوكرانية قرب الحدود البولندية. ووفق حاكم منطقة لفيف، فإن الجيش الروسي أطلق 30 صاروخا على القاعدة في منطقة يافوريف. ومن جهته وصف وزير الدفاع الأوكراني استهداف القاعدة العسكرية بالعمل الإرهابي، مجددا دعوته لحلف الناتو لإقامة منطقة حظر جوي. Здійснили удар на бойовому своєму курсі, не залітаючи на територію. Було випущено, за попередніми даними, більше 30 ракет. Під удар попав Яворівський полігон. На даний момент 57 людей травмовані, уражені, перебувають в лікарнях. 9 героїв загинуло, за підтвердження, це офіційно підтверджені дані. На даний момент здійснюється гасіння пожежі і розбігло. Пішли. Блядь, як нам повезло, що, блядь, не зварки. Як давно в'їбався на нам підстану. Та ще вам внизу може не нахуй нам зварки, що стоп, блядь. Нам не зварки. Вам русский мир, хлопчики. Оце, блядь, що ви понімали. Оце, блядь, воронка в'їбала. Пизда, нахуй. Уралом воно сховати, блядь. Там розхуячили все, блядь. برزت مدينة لفيف الأوكرانية باعتبارها بوابة لعبور الفارين من الحرب نحو الأمان في بولندا. نتعرف على أبرز ملامحها في هذا العرض. لفيف أو لفيو أو الفوف، أسماء كثيرة يرددها الأوكرانيون والمقصد واحد، مدينة تقع شمال غربي البلاد. مساحة لفيف تقدر ب 22 ألف كيلومتر مربع، ما جعلها أكبر المدن غربية أوكرانيا وسادس أكبر مدينة في البلد. قبل الغزو الروسي سجلت السلطات قرابة 720 ألف نسمة يسكنون المدينة، 88% منهم ينحدرون عرقياً من أوكرانيا و 9% من روسيا، أما من تبقى فهم أقليات مختلفة. بحسب موقع جيوهيستري يعود تاريخ المدينة إلى عام 1256 حين أطلق الملك دانييلو اسم الفيف على المدينة نسبة لابنه ليف، وهو اسم يعني في الأوكرانية الأسد. اليوم تغطي أيقونة الأسد المدينة حرفياً. رمز الأسد لا يزال يهيمن على علم المدينة منذ سنوات طويلة، رغم تبنيها شعاراً عصرياً إيذاناً بانفتاحها على العالم. هذا الانفتاح لم يمنع المدينة من الانكفاء على إرثها الثقافي الذي يختزله مركز المدينة التاريخي الواقع تحت حماية اليونسكو، فضلاً عن لقب تحمله منذ عام 2009 العاصمة الثقافية لأوكرانيا.